بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيد اللواء أركان حرب اللواء إيهاب الفار، جميع السادة الحضور، بيسعدنا حضوركم جميعا في يوم أعتقد من الأيام التاريخية بالنسبة للنادي الأهلي، يوم إضافة جديدة للنادينا. من 1907 لغاية النهاردة النادي الأهلي كل مجالس إدارته بتسلم بعض، هي سلسلة أنا بقى شايفها أنها سلسلة ذهبية، إن الناس كلها بتحاول تخدم النادي الأهلي أيا كان من 1907 لغاية النهاردة. يمكن برضو يعني بيحضرني دلوقتي مثلا بعض الحاجات، النادي الأهلي الجزيرة ده الرئيسي بتاعنا أو الموقع التاريخي بتاعنا، ثم فكرنا بعد كده في نادي الأهلي مدينة نصر. نادي الأهلي مدينة نصر كان فكرة سيد الفريق مرتجي الله رحمة الله عليه، قام بتنفيذ مجلس الكابتن شراء الأرض، مجلس الكابتن عبد الصالح الوحش رحمة الله عليه، قام بالتنفيذ الكابتن صلاح سليم ومجلسه رحمة الله عليه. ثم فكرنا في الشيخ زايد، الشيخ زايد نفس الكلام، كان فكرة كابتن صالح رحمة الله عليه، ثم كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة، هو برضو المجلس بتاعه اشتروا الأرض وبنوا، ابتدوا يبنوا مبنى، أول مبنى اتبنى اللي هو المبنى الاجتماعي الحالي كان في عهد مجلس إدارة الكابتن حسن حمدي، ثم جه مجلس إدارة المهندس محمود طاهر أكمل المرحلة الأولى بالنسبة للشيخ زايد. النهاردة نفس الكلام، مجلس إدارة المهندس محمود طاهر كان اشتروا الأرض أو فكروا في اشتروا الأرض، وفعلا جابوا الأرض، لكن الأرض لما جينا عشان ننفذ احنا بقى مجلسنا، جينا عشان ننفذ احنا لقينا الارض محتاجه او في بعض الظروف الفنيه ما ينفعش ان احنا نكمل فيها، عشان كده احنا لجأنا لدكتور مصطفى مدبولي كان وزير الاسكان، وورينا له حقيقه صور الارض، وطلبنا ان احنا ناخد الارض اللي جنبها او نغير مكان الارض، لان دي كانت هتكلف النادي ماليات كتير جدا جدا يعني، عشان بس نردم الارض. الحمد لله وفقنا في هذا الامر، والنهارده احنا بنوضع حجر الاساس لبناء ان شاء الله مش عايز اقول الفرع، اهلي التجمع باذن الله، اهلي التجمع الخامس ان شاء الله. هي دي السلسله الذهبيه اللي بتكلم فيها، هو ده التعاون المثمر في مش بس مجالس ادارات، مجالس ادارات، قيادات، لاعبين، اجهزه فنيه واداريه. النادي الاهلي يا جماعه هو بيمشي كده، ده النادي الاهلي ودي اسلوب النادي الاهلي، عشان كده ايا كان مين في موقع المسؤوليه فيما هو قادم، أرجو أنه هو يحافظ على نفس الأسلوب ونفس الإدارة، لأن هو ده السبيل الوحيد للنادي الأهلي للحفاظ على مكانته وتاريخه وقيمه ومبادئه وكمان بطولاته، اللي هي شيء بالنسبة لنا طبعا بنفخر به، لأن أعتقد أن النادي الأهلي يمكن أكبر الأندية على المستوى العربي أو الأفريقي أن يكون عنده هذا الكم الكبير من البطولات ومن النجوم يعني. ده يمكن حبيت ان انا اقول لحضراتكم هو ده اسلوب العمل في النادي الاهلي. النهارده لما يجي بقى نفكر في النادي الاهلي بالتجمع الخامس، الحقيقه لما نلاقي جنبنا الهيئه الهندسيه هي اللي معانا، اعتقد احنا مطمنين يعني، حتى احنا بنتكلم في مجلس اداره كان كل الناس اول ما جينا اسم الهيئه الهندسيه كله قال يا جماعه لا احنا لازم نشتغل مع الناس دي، ان احنا هنبقى عندنا من الثقة الكاملة ان يطلع حاجة ان شاء الله تليق بالنادي الاهلي وبالهيئة الهندسية وشغلها الواضح على مستوى الجمهورية كله. طبعا كمان مش عايز اكرر تاني بالنسبة لسيادة الوزير، الحقيقة يمكن دكتور اشرف داعم دايما لاي منشأ رياضي جديد، وهو النهاردة فعلا يمكن فترة الزمنية اللي احنا عشناها مع بعض الفترة اللي فاتت يمكن شرفنا بالحضور في اكتر مناسبة انشائية بالنسبة للنادي الاهلي ورياضية بالنسبة للنادي الاهلي، عشان كده انا بشكره جدا وبكرر الشكر ليهم، وان شاء الله يكون على خير، وباذن الله بشكر بقى كل السادة الحضور واللي شاهدين على هذا الامر، اللي كلهم النهاردة اعتقد ان هو يكون تاريخي لكل واحد فيهم ان يكون بيضع حجر الاساس لنادي الاهلي التجمع الخامس ان شاء الله باذن الله. يمكن برضه من مسيره النادي او من رؤيه النادي الاهلي ان يكون هناك فروع اخرى باذن الله. ابتدينا كمان دلوقتي بالنسبه لاخواننا في الصعيد، اللي هو الحقيقه يمكن انا شخصيا اختي عايشه في الصعيد بقى لها من سنه حاجه و60 يعني، فان النادي الاهلي يتوجد كمان في قلب الصعيد وابتدينا بالاقصر، اعتقد ان شاء الله
القادم هو واضح بالنسبة لمسيرة النادي الأهلي وأسلوب النادي الأهلي في التنمية المجتمعية من كافة الوجوه. بشكركم جدا مرة تانية للحضور، وإن شاء الله وعلى على بركة الله نفتتح بقى المركز الجديد لنادي الأهلي. شكرا.